بعد انطلاق المرحلة الأولى بتخفيف القيود المفروضة بشكل تدريجي في المملكة بسبب فيروس كورونا، تم رفع التعليق للسفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، حيث يسمح للسفر من الساعة 6 صباحا حتى 3 عصرا أثناء فترة عدم منع التجول. ومن الساعات الأولى من بدء القرار رصدنا تحرك الناس بشكل ملحوظ في بعض نقاط التفتيش على مداخل الرياض ومخارجها. التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة شيئا مهم، فتخفيف القيود لا يعني الإهمال في الحد من انتشار فيروس كورونا. مهند المالكي للإخبارية، الرياض.